وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى قد وصل بحفظ الله ورعايته إلى جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في زيارة يلتقي خلالها بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله، حيث يجري جلالته مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين تتناول العلاقات التاريخية المتينة والمتميزة، إضافة إلى مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والقضايا موضع الاهتمام المشترك. وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المفدى لدى وصوله مطار الملك عبد العزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي الوزير ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار الوزير المرافق لجلالة الملك، وسعادة الشيخ حمود بن عبد الله الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة، والسيد إبراهيم المسلماني قنصل عام مملكة البحرين في مدينة جدة، والدكتور هاني أبو راس أمين محافظ جدة. وقد تفضل حضرة صاحب الجلالة لدى وصوله بالتصريح الصحفي التالي: يسرنا في هذا اليوم المبارك أن نلتقي بأخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله لبحث تطورات وأحداث المنطقة، ولتجديد شكرنا وتقديرنا على الدعم الذي تحظى به مملكة البحرين لحفظ أمنها واستقرارها على ضوء التدخلات القطرية الإيرانية التي امتدت إلى فترة قد جاوزت عدة قرون من الزمان، كما مست تلك التدخلات من القيادة القطرية أشقاءنا من الدول العربية والإسلامية، والتي لم تترك لنا خيارا لحفظ أمن واستقرار دولنا إلا باتخاذ ما اتخذناه من إجراءات، مشددين على ضرورة أن تقوم القيادة القطرية بتصحيح مسار سياستها وأن تفي بالتعهدات التي سبق وأن التزمت بها لسد مداخل الفوضى والقضاء على كل الممارسات التي تهدف إلى زعزعة أمن دولنا وتهدد وحدة مجتمعاتنا وسلامة أوطاننا، لتعود العلاقة كما كانت لخير أهلنا الأعزاء في قطر وللجميع. لقد اختارت البحرين على مدى تاريخها التضامن مع المملكة العربية السعودية الشقيقة للمحافظة على الدين والعروبة والتعايش والتسامح وحفظ الكيان وحسن الجوار.